صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل والكادي. اليوم زيارتنا إلى بلدة بلجراشي التراثية، وهذه هي البلدة. بلدة جميلة فيها معالم تراثية من أجمل المعالم. تنتبهين هذا المبنى ليكون شاهدا على العصر، وتم البقاء على بعض المباني الجميلة الحقيقة كهذا البيت. الله، هنا تفاصيل مختلفة، من بلدة إلى بلدة تختلف التفاصيل ولكنها تشترك في عناصر مميزة، في الأدراج، في الجدران. وهذه هي البلدة. وهنا نقول الأماكن كلها تشتاق لنا ونحن نشتاق لها. نحاول في كل زاوية أن نرى بعض ملامح الجمال، ونرى هذا الجمال في هذا الباب الجميل. الله، لأنه مش الجمال.